أنا الآن فترة حجر طبي بعد رجوعي من الولايات المتحدة الأمريكية على متن آخر طائرة قبل إغلاق الحدود بين البلدين. باش ما نمررش إذا كنت مريضة العدوى الزملاء ديالي وداخل القناة، فأنا جو سويز اون كارونتين، وهذه ماشي فترة عقوبة لا بالنسبة لي لا بالنسبة لجميع الناس اللي تيبقاو في ديورهم. هذه ماشي عقوبة وماشي تضحية كبيرة، بالعكس نتفكروا التاريخ ديال الإنسانية ديال البشرية اللي مرات بحروب وبإبادات وبأوبئة أصعب من الكوفيد 19، والناس ما كانش عندهم هذا اللوكس أنهم يبقاو في الدار ديالهم وأنهم يمشيو للأسواق، والأسواق مازال فيها كل شيء اللي سنحتاجه. نفكروا غير مثلا في اليمني تيمروا فترات حقيقية صعبة جدا اللي ما عندها حتى شي علاقة وما يمكنش نقارنوها بهذه الفترة اللي تنمروا بها احنا، واللي خصها تكون فترة اللي نراجعوا فيها نفسنا، الفترة نعرفوا مكامن القوة ومكامن الضعف ديالنا، ونفكروا مزيان في شنو درنا وشنو باغيين نديروا في حياتنا، وفترة باش نكتشفوا ثقافات اخرى وحضارات اخرى واديان اخرى ونستافدوا. نقراو كتب، عطيت ليست ديال الكتب اللي يمكن نقراوهم، من بينها اللي بزاف سولوني على سورتو ديل كارنيجي، يمكن ما ديل كارنيجي كيف ما تنطق بها، ديل كارنيجي اللي هو ان كونفيرونسي امريكي اللي تيجمع ما بين الفلسفة وما بين علم النفس، واللي غيمكنكم انكم تفهموا نفسكم وانكم تفهموا حتى الناس الاخرين، اللي غادي تولوا تفهموا الحياة بشكل اوضح. وننصحكم ثاني تقراو ايبيكتيت، مارك اوريل وسينيك، هادو فلاسفة انا ساعدوني بزاف حياتي، فترات صعيبة مريت بها ساعدوني انني نتخطاها. هادو فلاسفة ديال الستويسيزم اللي تعلمك انك كيفاش تتعامل مع الحياة كيف ما جاتك يعني، وهذا من سادس سيزيام بيليي ديال الاسلام، هذا الركن السادس ديال الاسلام هو الايمان بالقدر خيره وشره، واصبر على ما اصابك فان ذلك من عزم الامور، في سورة لقمان مثلا. يعني تعلمونا كيفاش ان الانسان يتأقلم مع الحياة كيف ما هي، وما يحاولش يحارب شي حاجة اللي كبر منه اللي ما يقدرش يحاربها، وكيفاش يكون يبقى صبور ويبقى كريم فترات يمكن تكون عصيبة. فهذه فترة غادي تدوز، تبقى شهر شهرين دوز، سي فغي كو كاين هذه الفترة هذه غادي تكرس الفوارق الطبقية اللي كاينة للأسف في جميع فترات ديال السنة، كاينين هذه الفوارق الطبية، وهذا الوقت اللي طبعا خصنا نساعده مساعدة بدون افيك ديسكريسيون، يعني بشكل ان اكبر من انك تعطي لشي واحد شي حاجه، الكرامه ديالو كتحافظ على الكرامه ديالو، فاللي يمكن يقدر يساعد يقدر يساعد. فليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، صدق الله العظيم، سورة البقرة. إذا أكبر من أننا نمشي للمساجد اللي هي الآن مشدودة، فنساعدوا وبيان سور افيك لا ديسك ديسكريسيون توتال. كنتمنى أن هاد فترة الحجر الطبي اللي كنا فيها تمر بسلام، وأننا نستافدوا لا ديسيبلين أولا. أنا يعني هذه الفترة هذه خرجت جوج مرات، مشيت الاقتناء بعض الحوايج اللي محتاجاهم جوج مرات، يعني في ظرف 15 يوم تقريبا تفاجأت بلا ديسيبلين، الانضباط اللي ما معتادينش عليه هنايا، انضباط كبير واحترام الناس يحترموا بعضهم. فهذا مكسب كبير استفدناه، وانا متأكدة بان هذا المكسب نحاولوا نخليوه بعد مرور هذه فترة الحجر الطبي. احنا وراسكم، نتابعوا مزيان
وحاولوا تقراوا وحاولوا تكتشفوا حضارات اخرى وثقافات اخرى. هذا هو كل تواضع النصيحه اللي نقدر نعطيها. الى اللقاء.